نقعد توقف هالقطاع هذا هو اللي كيوقف القلب من المغرب. راه ماشي غير انا اللي متضرر، راه هاد الناس كلهم راه ماشي غير جاو وقفوا، راه تضروا هذاك من دوك المراقيه اللي باعوا الماتش وباعوا تعادوا لهاد الناس هادو كاملين. انا كمهاني في هاد القطاع ما عمرني شت شي واحد من هاد الوزاره الوصيه اللي سولتيني عليها، وهاد الناس ما بغاوش يخدموا مع القطاع هذا. في كان داك وزاره النقل نهار الاول كانوا يخرجوا هاد الكاميوات بهاد الثمن. هزيت كريديت وتابعني الكريديت وخدام عندي عائله. انا كاد والو راه خاصو ولا يجري شي ولا يمشي للحبس ولا كيما يجري. السيد بنور بوحدو الشاحنات ديالو كلهم واقفين. هما الا كانوا ناس عقلاء وكانوا ناس فاهمين هما يفكوا هاد المشكل ديال الطوناج، المشكل ديال البطاقه المهنيه اللي عندي السياق اللي عندي رخصه السياقه منذ 50 عام وجيت تدخل عليا. وقفنا هذاك من دوك المراقيه اللي باعوا الماتش وباعوا الاتعاب ديال هاد الناس هادو كاملين هادو مقابل دراهمات معدوده، هادو غيحاسبوا ان شاء الله قدام الله. مازال صامدين يعني. مازال صامدين، الاضراب مفتوح. هاد الاخوان هادو كما قلتي كما طرحت علينا انت السؤال، هاد الناس واقفين عفويين متضرين، عندهم مطالب مشروعه، عندهم كيسمح لي نعاود نفس السؤال. نعم خويا. علاش هاد المشكل ديال الطوناج شال دابا عبد الجبار؟ مع العلم كنت تقول لك انت عانيوا من هاد المشكل شحال. المشكل كاين غرامات كتقلل الكاهل ديالكم. نعم علاش شحال هادي ما كنتوش كديو تما الفتره؟ المشكل ديال الطوناج تقريبا تستهدف السائق المهني في المدونه ديال 2009. كاين واحد لوبيات ديال الفساد، لوبيات اللي نهبوا الثروه ونهبوا المال العام، خرجوا لي بارك ديال الرميك، كاين اللي مخرج 500 رموك 400 رموك وباغي يخدم بهذاك القانون ديال المدونه وباغي يستهدفوا هاد الفئات الهشه هادي ديال مالين الصولوات الصغار. هذاك الشيء اش باغي يستهدفوهم؟ باغي يطبقوا المدونه ديال الحموله الزائده. هذا لوبي ديال الفساد ديال نهب الثروه ديال المال العام هو اللي جاي كحجره عطره قدام هاد الناس هادو. هاد الناس هادو عندهم مطالب مشروعه، عندهم مطالب عفويه، ما عندهمش شي خلفيات سياسيه ولا انتماءات ولا دافعهم شي واحد، دافعهم الحاجه لانهم وقفوا المازوط ولا داير 10 دراهم و50، الاكراهات ديال البطاقه المهنيه، الاكراهات ديال المدونه. وقفوا في المازوط. المازوط. كنتوا طالبتوا بالوقود المهني. الوقود المهني المدعم. المفاوضات. ما وعود كاذبه، ما الباب مازال مسدود. مازال ما غير التسويف وغير الوعود الكاذبه ما كاين حتى شي. دابا هاد الزياده هي اللي زاد خلاتكم هذا الملف تجبدوا غير البارح طبقوا واحد القانون ديال لا فيزيت، هادي غنخبر بها الاخوان غنصدمهم، راه ولات تقريبا شي 27 الف ريال لا فيزيت ديال العينين، وهما اللي اختاروا كلابوراتوار اللي بغاو. يعني شي حوايج اللي كيستهدفوا من فئه الهشه راه ما شاء الله. انا غادي نقول لك واحد الصوره بالنسبه للبطاقه المهنيه، دابا كنسمع منكم بان البطاقه المهنيه تاهي تقلات الكاهل ديال السائق وداك الشيء، ولكن كنسمعوا من جهه اخرى كيقول لك هذه البطاقه المهنيه غير بثمن رمزي والتكوين كذلك تكوين غير بثمن رمزي وداك الشيء. مجرد الاخ كريم هذيك الشيء الهضره مجرد ادعاءات ومجرد مجرد كذب. الواقع اللي كاين شحال تقريبا جاي ل 7000 درهم اللي ما يدير يستافد من البطاقه المهنيه، اللي ما يستافد بالتكوين والمدرسه ولا ديبلاسمون هادي راه كتوصل حتى ل 10000 درهم. والمراكز فين كاينه كتضرب بحال مثلا تما هنا في دكا واش كتضرب؟ المغرب كامل تقريبا فيه ثلاثه المراكز، اكادير ولا اسفي ولا الدار البيضاء ولا لا طنجه ما فيهاش. ثلاثه ديال المراكز كاينه اخرى، كاينه الدار البيضاء وخريبكا واسفي واكادير. ما كاينش القضيه ديال الثمن رمزي 7000 درهم ما كاين حتى شي حاجه، توصل حتى ل 10000 درهم. وهذا اللي كاين الاخ كريم. دابا ثلاثه النقاط الاساسيه قلتي الطوناج والوقود المهني والبطاقه المهنيه وهاد الوقفه ديالكم، يعني انتم كيفاش غتصمدوا؟ يعني ما غيكونش تضرر، كنعرفوا بان الشاحنه كتشغل عائلات وداك الشيء، يعني غتصمدوا زعما؟ الناس مضرين، الناس راه مضرين، هنا راه عايشين غير بالتكافل، راه كيتكافلوا غير بيناتهم. حنا ما كاينش هو التراث بيناتكم؟ لا لا، كاين واحد العائله، حنا عائله كبيره هنايا، عندنا الحمد لله الرحمن الرحيم تكافل، تازور، الناس كيجيبوا الماكله من ديورهم، كيكوتيزيو مع بعضياتهم، الناس اللي واقفين ضامنين معنا من مدن اخرى راه كياكلوا كيشربوا في سلم وسلام، الامور غاديه بنظام وانتظام في اطار القانون والدستور اللي كيخفل اللي كيكفل لنا هذا الاضراب. الحق الاضراب توجه لجميع ارباب الشاحنات اللي كاينين في مناطق اخرى واللي تما واقفين وما قدوش يصبروا، شنو هي
رساله. بغيناهم يصمدوا، بغيناهم يصمدوا ويصمدوا، لان ما ضاع حق وراءه باطل، والحق يؤخذ ولا يعطى. وان شاء الله الرحمن الرحيم بوادر ديال الانفراج راه غيبان من غير السؤال الاخير، يعني كاين شي تفاعل ان شاء الله ضروري، لان حتى المواطنين ولاو دابا كيضرر بزاف، لان ملي غتولي الخضروات غتوصل واحد الثمن خيالي، وتولي الفواكه توصل لعدم في السوق، والمتطلبات والحاجيات ديال الانسان ما غتبقاش في السوق، لان هاد الناس هادو هما اللي كيتحملوا الاعباء ديالها وكيجيبوا لهم حتى محالاتهم، راهم حابسين وراهم باقيين. الضغط غيجيب نتائج ان شاء الله. الضغط ان شاء الله ضروري غيجيب نتائج ديالو، وهاد الحكومه هادي راه كتقلب على الفتنه، ومن هنا كنطالبوا بالاستقاله وبالتالي تمشي في حاله. وهاد الناس هادو راهم جنود مجندون وراء الملك ديالهم وراء بلادهم، وراه ما باغيش فتنه للبلاد. هادو عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان على أكمال خير صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا القطاع ديال النقل مهمش، الشيفورة ديالو والحالة ديالهم دائما شادين الطرقات من طنجة إلى القويرة، دائما سهران، دائما كاس ديال القهوة هو اللي كيونس الشيفور في الطرقات، تقريبا ما يزيد على 1700 كيلومتر اللي كيضربوا الناس ديال الحوت، الرموكات وفيها السولوات وفيها عدد من السائقين اللي القطاع المهمش اللي هما مساكن دابا كيوصلوا المسائل حتى العاصمه الاداريه والعاصمه الاقتصاديه والعاصمه السياحيه اللي هي مراكش. دابا ديك الخطره شدوا لهم 6 رموكات فيهم داك الشيء، المسائل ديال سميتو ديال الحوت الحر، اللوطيلات ديال السياحه والمسائل الكليه كتمشى مزيان بحال اللوطيلات ديال السياحه وداك الشيء. وهاد الناس ما بغاوش يخدموا مع 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 القطاع هذا. هاد القطاع هو الشرايين ديال 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 المغرب. هذا القطاع هو اللي كيوصل جميع الوسائل من اللحوم الحمراء ومن الحوت الحر ومن المواد الغذائيه ومن جميع، لان هذا القطاع الا قعد توقف هذا القطاع هذا هو اللي كيوقف القلب المغرب. هذا القطاع هذا هما خصهم، هما الا كانوا ناس عقلاء وكانوا ناس فاهمين هما يفكوا هاد المشكل ديال الطوناج، المشكل ديال البطاقه المهنيه اللي عندي السياق، اللي عندي رخصه السياقه منذ 50 عام وجيت تفرض عليا انا ندير البطاقه المهنيه على الطاكسيات، على الرموكات، على السوروات. دابا هاد الشيء هذا كاين اللي 8000 درهم 7000 درهم حتى 5000 درهم كدار. لهذا الله يجازيكم بخير، حنا كنتمناو من وزاره النقل واللوجستيك باش تقدم معنا المسائل ديال هاد القطاع وديال السائقين، وجزاهم الله عنا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انتم شنو النقابه بعدا هنا؟ النقابه الاتحاد المغربي للشغل. دابا شنو هو المشكل الاساسي في الطوناج دابا؟ المشكل اللي كاين دابا في الطوناج هو دابا مثلا الكونتير، نعطيو غير مثال الكونتير عاطينها 3 طن ونص، كونتير خاويه فيها 4 طن و100. هاد السيد دابا اللي هو عنده هاد الكونتير، اشنو تتقول لي الدوله شنو غيدير بها؟ غنديوها حنايا نوقفوها نديروا فيها الدجاج في العروبيه ولا شي حاجه، الله اعلم اش بغاونا نديروا هما. واش عندهم المصالح شي جهه عندها شي مصلحه تخدم شي كاميو ديالها، ولا باغين يجيبوا لنا شي كاميو اخر؟ كيف كنعرفوا الدوله حنا من نهار عقلنا كنعرفوا كدير لنا شي حاجه شي طريق باش دير شي حل شي حاجه ديالها هي. فرضوا عليكم غرامات. غرامات ضروري من الغرامات. حنا انا كسائق كنت مغادي في الطريق، انا هز واحد الحموله ما عنديش في الكارت كريس، النهار الاول ما تجيبش لي هذا الكونتير انا تناخذها، داكشي اللي عندي وهزيت كريديت وتابعني الكريديت وخدام عندي عائله، واش غنمشي هذا الكونتير انا؟ اسمح لي، المشكل واش يلاه بان؟ واش سبق لكم ناقشتوه مع الوزاره الوصي ولا يلاه بان؟ علاش بالضبط احنا كمهنيين هذه الوزاره الوصيه واش عمرها نزلات معنا للطابله باش غنناقشوا معاها هذا الشيء؟ كسؤال وجهتيه لي انت، انا كمهني في هذا القطاع ما عمرني شفت شي واحد من هذه الوزاره الوصيه اللي سولتيني عليها، ما عمرني شفته. واش عمرو نزل معايا للطابله وتحاور معايا باش نهضر معاه باش نقول ليه تا انا اشنو دارني واشنو باغي واشنو خاصني؟ ما كيتحاوروش. راه ماشي غير انا اللي متضرر، راه هاد الناس كلهم راه ماشي غير جاوا وقفوا، راه تضروا توصلت ليهم
تقريبا مشاحينه هنا في سوق ثلاث نواقل. غير سيدي بنور بوحده الشاحنات ديالو كلهم واقفين، سيدي بنور كله ومن غير سيدي بنور جاو عندنا الناس من بلايص اخرين وجاو وقفوا معانا هنا في سيدي بنور. اللي مواقفش هنا ساد عليها فيما حالو حيت ما عندوش باش يدير المازوط يجي يوقف معانا هنا ما خدامش. ها هي هذا السي خدامه زي هذا تشايفون اللي غيتكلم معاكم 42 عام هو في الحرفه والكاميو خارج ب 90 مليون خرج لي 17 طن طايره وطوناج كاميو فيه 8 ونص خلوا لي اش خلوا لي 8 ونص اش غيدير هذا الكاميو 8 طن ونص في كانت وزاره النقل نهار الاول ما كانوا يخرجوا هذه الكاميوات بهذا الثمن تم راه خارج بتم رموك باش خارج كاميو والمازوت كان رخيص المازوت كان رخيص المازوت فين الصباح شحال باغي ينقل هذا السيد المواطن شحال باغي ياخذ هذه الخضره الكره باقي في بلاصته الكره راه باقي في بلاصته اكادير الدار البيضاء راه 15 فرانك غنديوها 8 ونص اش غنديروا لها لوطوروت شحال غاليه بشحال السيفر شحال يشد باش ما يضل 15 فرانك ثمن 8 طن ونص حسب 8 طن ونص ب 8 ب 15 فرانك شحال يشد الكاميو ما كاد لا والو راه خاصو يولا يكريشي ولا يمشي للحبس ولا فين غادي الكاميوات الصغار اللي مخرجين ليه 3 طن ونص كونتير في الطاره وعندو طاره فيها 4 ونص وباغين يعبروا ليش يعبروا ليه سيفطوا للحبس شايفوا راه بستانداردو بستانداردو يدخل للحبس حشومه وعار عار حشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون واخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصل هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.